لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. حب لأخيك ما تحب لنفسك. اللي بتحبه لنفسك ولعيالك حبه لأخوك. عاوز ولادك يبقوا فوق الفوق، بص لولاد أخوك. عاوز ربنا يرضى عليك وعلى عيالك، خلي الناس الغلابة دول يرضوا عليك. عاوز ربنا يخلي ذكراك باقية، بص لليتامى والفجرة دول. راعي المصلحة العامة للمجتمع اللي انت فيه على مصلحتك انت وعيالك. السيدة عائشة رضوان الله عليها عندما أتتها امرأة ولم يكن في بيتها إلا ثلاث تمرات، ما فيش في بيتها غير ثلاث بلحات. ده انت لو في بيتك ثلاث بلحات وجالك 100 سائل مش هتديله النوايا حد، ها؟ إنما ده بيتها كله ما كانش فيه غير ثلاث بلحات، ومعاها بنتين يتامى. جات لها خد اللي عند ادي اللي عندها هم خديهم. خدتهم الست دي، ادت اول بنت بلحايا وتانية بنت بلحايا، وهي خدت البلحايا عشان تاكلها في حنكها التالتة. بناتها الاثنين بصوا لامهم، يا الله يرحمكم الله، البنات بصوا لامهم وعاوزين البلحة التالتة دي. الأم يا اللي بتتطاول على أمك، يا اللي مش بص لحنية أمك، يا اللي نسيت أمك عملت معاك إيه، يا اللي من غير أمك دي ما كانش حد يطيق ريحتك. الست دي خدت البلحة التالتة اللي هتاكلها وقسمتها نصين وعطت البنت دي نص والتانية نص. السيدة عائشة قالت يا شوف عجبها المنظر اللي شافته ده. وبعدين لما جه الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام بتحكي له الواقعه وتحكي له المشهد الحلو ده، فقال لها ان الله قد اوجب لها الجنه بهذه التمره. ده ربنا دخل الست دي الجنه لانها قسمت البلحايه بتاعتها نصين وعطتها لبناتها الاثنين. ارجع للحديث. طب معايا، طب ارجع لحظه معايا لورا، ها؟ الست دي دخلت الجنة بسبب البلحة دي اللي قسمتها لولادها. طب واللي طلعت التلات بلحات دي هتروح فين؟ اصحى شوية بقى، اصحى معايا بقى. لما دي الست وخدت البلحات قسمتها لولادها نصين ودخلت بسببها الجنة، امال اللي طلعت التلات بلحات هيبقى موقفها ايه عند ربنا؟ هتبقى فين؟ اللي خدت وعطت راحت الجنة، طب واللي عطت في الأول خالص راحت فين؟ راحت في عليين، في جنة عرضها السماوات والأرض. لما تد النهاردة إيدك أنت فوق، ما بقي منها إلا كتفها يا عائشة. لما ذبح الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الشاة وقال لها اطعم الجيران، ادي جيراننا يا عائشة، وفضلت تقسم وعرفت ان جوزها الحبيب النبي كان بيحب الكتف، فقالت للخدامه شيل الكتف للنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي. جه الحبيب النبي قال ما بقي منها يا عائشه؟ قال ذهبت كلها يا رسول الله، ما بقي الا كتفها، احنا وزعناها كلها ما بقيش غير الكتف. قال لقد بقيت كلها يا عائشه الا كتفها. دي كلها بقيت في ميزان حسناتنا وصدق مكتوباننا الا الكتف اللي احنا هناكله بس، مش هناخد عليه ثواب، انما كل اللي طلع ثوابه قاعد. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. عاوزين كل واحد يبص لاخوانه ويبص للجنبيه واللي حواليه ويفضل المصلحه العامه على الخاصه، علشان الحب يعم، علشان الموده تعم الناس. يجب ان كل واحد فينا يوكل اخوه من اللي بياكل منه، ويلبس اخوه من اللي بيلبس منه، ويراعوا اخوه زي ما بيراعوا اخو اولاده، ويراعوا زوجة اخوه الارمله زي ما بيراعوا زوجته، ويبص لاخوانه زي ما بيبص لنفسه.
نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم أقذف الحب في قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بالحب والمودة والعطف على بعضنا يا رب العالمين. اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا يا كريم، وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.